بس عايز ارجع للتقرير اللي كان قبل. مهم جدا، انت كنت عايز تقولي رايك في هذا التقرير. يعني في التقرير جت سيره الكابتن طارق دياب، وكابتن طارق دياب اسطوره من اساطير الكوره الافريقيه، وشخص بيحب النادي الاهلي جدا 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 يا اسلام. وجه هنا النادي الاهلي، وكابتن خطيب استقبله في النادي، وهو اللي طلب على فكره انه يزور النادي الاهلي. فعلاقته بالنادي الاهلي علاقه محترمه جدا، وبيكن كل تقدير واحترام للنادي الاهلي. وزي ما قلت لك الموضوع كان على الهوا وجهه نظر، انما ده ما يقللش ابدا ابدا من حبه واعتزازه بالنادي الاهلي، واعتزاز النادي الترجي بعلاقاته مع النادي الاهلي. وستظل دائما علاقات النادي الاهلي بالترجي كبيره جدا، وسيظل طارق دياب اسطوره من اساطير كره القدم الافريقيه والتونسيه مهما حدث. وكل واحد بيتكلم من وجهه نظره، وفي النهايه هي وجهه نظره بتتقال وخلاص، والموضوع بينتهي واللي بعده واللي بعده.